يقول هل من كلمة توجهونها لمن يلبس الملابس التي عليها صور للكفار أو الفنانين أو اللاعبين أو ينظرون إليهم نظرة إعجاب وافتخار؟ لبس الثوب الذي فيه صور لا يجوز مطلقا، سواء كانت هذه الصور للكفار أو للمسلمين، لا يجوز لبس الثوب الذي فيه تصاوير أو فيه عبارات من عبارات الكفار التي يمجدون بها أنفسهم أو من يعظمونه منهم، أو شعار من شعارات دينهم، أو صليب من صلب النصارى. لا يجوز لبس الملابس التي فيها هذه الأشياء، لأن هذا تعظيم للصورة وتعظيم لشعارات النصارى، فالواجب على المسلم الذي وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يخلع هذه الملابس ولا يعود إليها، ويحذر المسلمين منها. نعم، لأن الكفار يفرحون أننا نعلق صورهم ونعلق صلبانهم ونعلق صور المعظمين منهم، هذا فيه دعاية للكفار ولمذهبهم.